احنا النهاردة في يوم سعيد جدا من اسعد الايام اللي اي حد بيحب رياضات المحركات والموتور سبورت بينبسط بيها. احنا في اليوم الختامي لرالي الفراعنة وموجودين على سفح الهرم ورانا الاهرامات كلها، ومعانا بطل العالم نصر العطية، البطل القطري العربي اللي مشرفنا في كل مكان، واول مرة يشرفنا النهاردة في رالي الفراعنة. شرف مقدارك، وانا جدا سعيد بتواجدي هنا في بلدي الثاني يعني في مصر وبين اخواني، وهذا كان حلم من زمان اني اشارك برالي الفراعنة، والحمد لله تحقق الحلم، وان شاء الله ما راح اتركه، راح اشارك السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله حلمنا كلنا. احنا مستنيين نصر العطية من ايام كل المتسابقين العرب، سعيد الهاجري ومحمد بن سليم لما كانوا بيشاركوا معانا. رالي يعني الرالي ده بيقولوا ان هو يمكن صعب شويه، رالي صحراوي صعب من اصعب الرياليات الصحراويه، كلمنا عن المراحل اخبارها ايه؟ هو طبعا من اصعب الراليات، حتى يعني بيكون من اصعب من دكار. اصعب من دكار؟ اصعب من دكار. يعني عندك مراحل ما شاء الله سريعه، الرمل هنا يعني صعب، لكن طبعا عندنا خبرة كبيرة احنا في طبعاً الصحراء، ولكن جدا انبسطنا، شفنا الترتيب يعني من اعلى مستوى، المنظمين حاطين بالهم كثير على المتسابقين، وانا الصراحة اشكرهم والحمد لله يعني كل المتسابقين وصلوا بالسلامة. الله يسلمك ناصر. احنا الرالي السنه دي رالي الفراعنه لاول مره يبدا بشكل مختلف، فهو بينتهي عند الهرم بدل ما كان بيبتدي عند الهرم، وبدا من الجونه. الصحراء الشرقيه عندنا فيها تضاريس وطبيعه ارضيه مختلفه، فالمراحل الاولانيه قبل ما توصلوا الاقصر وقبل ما توصلوا الفرافره كان اخبارها ايه؟ كلمنا عنها. والله انبسطنا احنا يعني يوم سمعنا ان الانطلاقه راح تكون من جونه، وراح نطلع الواحات على مناطق كثيره يعني يعني في 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 مصر، والفينش راح يكون بالهرم. يعني كنا متشوقين امتى نوصل على الهرم وناخذ الصور ونشوف الاحتفال يعني. طيب ناصر، يا ريت تكلمنا شويه عن العربيه اللي انت بتسابق بيها، الناس كلها منبهره بالاداء بتاع السياره، فقول لنا العربيه دي اخبارها ايه؟ التجهيزات بتاعتها هي ديزل ولا بنزين؟ طبعا الميني كوبر هي ديزل، مخصصه للراليات الصحراويه، هي اخر 3 سنوات فازت برالي دكار، وطبعا يعني انت فزت برالي دكار لما دخلت بيه. نعم فزت انا بالفوكس واجن بالتوارك. بالفوكس واجن بالتوارك. اي ب 2011. طبعا انا لاول مره اشارك فيها السنه هذه، خلصت مركز الثالث في دكار، وفزت برالي قطر وخلصت مركز الثاني هنا برالي الفراعنه، وان شاء الله يعني راح نكمل ان شاء الله السنه هذه احتمال مع الميني او مع التويوتا. طيب عايزين ندي معلومة مخفية كده لبعض الناس اللي بيحبوك والمتابعين ليك. ناصر، أنا عارف إن أنت بطل أولمبي في الرماية بالبندقية الخرطوش، وكمان بطل في سباقات السبيد بوت، ممكن تقول لنا نبذة صغيرة عن الرياضات التانية اللي بتعملها؟ والله طبعا يعني من الجهة الثانية يعني رياضة الرماية مهمة في حياتي، لأن أنا حب من زمان أشارك في أولمبيات، والحمد لله شاركت في 5 أولمبيات، آخر أولمبيات في لندن حصلت على مركز الثالث، وعندي أصدقاء كثير هنا في مصر يعني ما شاء الله أبطال عالميين. طبعا بلدك. وطبعا السبيد بوت أحب السرعة، جربت العام الماضي في فلوريدا، عندك سبق السنة دي كمان، عندي السنة إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى التوفيق. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. الله يسلمك حبيبي. رالي يعني رالي الفراعنة إحنا حبيناه أكتر عشان ورانا نصر العطية السنة دي، وتشرفنا بيك. هذا شرف كبير لي أنا أكون بينكم وبين إخواني في هذا الرالي، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يعني السنة الجاية راح تكون مشاركة عربية قوية. وعلى فكرة يعني رالي الفراعنة لأول مرة يخلص الاول والثاني عربي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الله ينور عليكم. طبعا الرالي طبعا انت والبطل يزيد. السنه الجايه يعني يكون مشارك من مصر انه يكون منافس، لكن طبعا الامكانيات شويه كانت ضعيفه للشباب، نتمنى ان شاء الله من الشركات ومن الحكومه انها تدعم الرياضه هذه. يا ريت كلنا نسمع كلام ناصر ودعموا الرياضه، رياضه الموتور سبورت في مصر، عشان نشوف ابطال عالم كتير زي ناصر. شرفتنا حبيب. وتشرفنا بيك في مصر. شكرا ناصر. شكرا جزيلا. شكرا.